السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المواقع بتاعت الذكاء الاصطناعي كتيرة جدا، وفي بعضهم بيبقى مفيد جدا في الشغل. فأنا جايب النهاردة تلات أدلة أو تلات مواقع فيهم كل المواقع اللي أنت ممكن تحتاجهم في الذكاء الاصطناعي، وميزتهم إن هما مصنفين، يعني يقول لك إن ده مثلا فري، ده بيت، ده مثلا بيتكلم في أنهي نوعية وهكذا. طيب أول واحد tools.code.ai، تقدر تعمل سيرش على أي حاجة، وليكن مثلا انت بتدور على حاجات خاصة بالصور، هيبدأ في ثواني يجيب لك كل المواقع الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصور. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف التكست، فيبدأ يجيب لك التكست بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا عايز سيرش انجينير، فيجيب لك كل المواقع الخاصة بالسيرش انجينير بالشكل دوت. انا مثلا متعود ان انا استخدم يو، والترتيب بتاعه 46. تمام. طيب هنا ممكن تبدأ تقول له انا عايز ارتبهم عايز الحاجات مثلا اللي هي فري، تمام، وعايز ارتبهم بالاكثر شهرة. تمام. ان دي ويو هم دول اكتر اتنين في السيرش انجن. طيب في موقع تاني برضو لذيذ ممكن بسهولة، فيوتشر تولز، اقول له مثلا عايز حاجات خاصة بالريسيرش، فيبدأ يقول لي طب انا عايز الحاجات اللي هي الفري والفري مام، يبدأ يجيبهم لهم مثلا. وتقدر تعمل سبميت لو انت عندك اي موقع تقدر ان انت تضيفه. وتقدر هنا تنضم لقائمة بردية بحيث يبعت لك كل يوم الجديد في الموقع الذكاء الاصطناعي. بعد كده عندنا فيوتشر ميديا، ده برضو نفس الفكرة، بقول له انا محتاج الحاجات مثلا خاصة بالكوبي رايتنج، فيبدأ ان هو يصفي لي ويجيب لي الموقع ده. ممكن تقول له سبميت لو انت عندك تولز جديده او نيوز، في اخبار جديده، لان هو عنده جزء خاص بالاخبار. وممكن تقول له انا عايز الحاجات اللي هي موثوق فيها او النيو او البوبيار. طيب ممكن تستخدم الكلام دوت في ان انت تكسب ازاي، انت تشوف ايه التخصص بتاعك وتبدا تشوف افضل مواقع في الذكاء الاصطناعي في التخصص ده. يعني انت مثلا تخصصك في 3D، هتقول له انا عايز اشوف افضل مواقع في 3D، وتبدا تفكر ازاي تستفاد منها فان انت تزود الانتاجيه بتاعتك، بدل ما بتعمل شغل مثلا في اليوم مثلا بكميه معينه، تقدر تضاعف الكميات ديت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني لو انت مثلا تخصصك في الكتب، فبدل ما بتعمل كتاب، لا، ممكن تعمل اكتر من كتاب وهكذا. ففي ناس كتير تقعد تشوف الافكار الحلوه اللي ممكن على اساسها ممكن يعمل موقع او تطبيق او يوفر وقت في الشغل بتاعه، لان هو كل يوم تطلع مواقع كتير جدا، فهو بيشوف ايه الموقع اللي ممكن يشتغل بيه ويكون مربح بالنسبه له. يعني ممكن تكون انت مثلا متخصص في انتيريور ديزاين، فتبدا تشوف ايه المواقع المتخصصه في الانتيريور ديزاين اللي بتسهل عليك الشغل. لو عندك اي مواقع مفيده في الذكاء الاصطناعي يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات، ولو استخدمت اي واحد فيهم وعجبك برضه تقول لي.